السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايزة أسأل سؤال في الدين. أنا زوجة مطلقة وهو مسافر، وفي التليفون رمى علي اليمين 6 مرات، وأنا كنت حامل ووضعت الحمل وهو مجاش، لسه بقاله 3 سنين كده ومحاولش أنه يرجعني تاني، وطول المدة دي كلها محاولش يكلمني في التليفون ومش بينفق عليا. فقررت بعد معاناة أني اتطلق رسمي ورفعت فعلا قضية خلع واتطلقت. فبسأل فضيلتك، هل أنا بقى لي عدة بعد ما طلقت قانوني؟ ده سؤال السيدة الفاضلة. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. فإنما شفاء العي السؤال، هذه الجملة التي تحتاج إلى وقفة سريعة جدا منا، وهي أن الإنسان لا ينبغي له أن يسير مع الله هكذا دون أن يسأل عن أمور دينه. لا بد أن يقف دائما ويسأل، ولكن لا بد أن يعرف من يسأل، علشان لا نولي أمور ديننا إلى أي أحد. ودي مشكلة كبيرة جدا بتقابل الناس، فبيروح يسأل عن أمور خطيرة جدا في الأحوال الشخصية، أمور خطيرة جدا في الميراث، أمور ياريتها في العبادات وأمر بسيط. لا، ده أمور تقوم عليها الأسر، يولي مشكلته وأمره لأي حد، فدي الحقيقة بتوقعهم في مشاكل كثيرة جدا. وصدق النبي قال: ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي. العي اللي هو الإنسان اللي عنده نوع من أنواع الجهل أو نحو ذلك. ربنا يعلمنا جميعا. الأخ ده وقع في مشاكل كثير قوي. ده الحقيقة أنا مش عارف، ده يعني ده لابد أن يتوب إلى الله. ده عمل إيه؟ ده أولا طلق 6 مرات، ليه؟ جاء رجل إلى سيدنا عمر قال له: يا أمير المؤمنين، يعني أنا طلقت مراتي مش عارف كذا كذا مرة. قال له عدد كبير، قال له 99 مرة لو مش 100 مرة. قال: سبحان الله، تكفي 3 مرات. 3 مرات وقسمت على كل هذا. الإنسان ما يحاولش، يعني إذا شوف سيدنا النبي يقول إيه: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. الله. دايما حتى لو يا أخي هتطلق أحسن، بلاش الذبح بالطريقة دي. دي أول مشكلة. تاني مشكلة، يعني أنت راعي إن هي حامل وإن هي قاعدة في بيتك وإن هي مستنياك، وأنت متغرب، ربنا يعينك. مش مشكلة تروح مطلقها وبعدين ما تشوفش حل لمشكلتك وتسيبها 3 سنين. 3 سنين، طب ده 3 سنين لو بتنفق عليها هنقول لك برضه حرام عليك. ما ينفعش تسيبها 3 سنين كده متعلقه، لا هي عارفه هي زوجه ولا هي مش زوجه. طب ده بقى عمل مشكله كمان اكبر، مش بينفق، ده لا ينفق عليها. امال بنتك دي هتتسئل منك في الاخر، والزوجه اللي قاعده على ذمتك دي هتتسئل منك في الاخر. فيعني الحقيقه وقع في مشاكل كتيره جدا، وانا شايف ان هو يعني لابد ان يتوب الى الله، ولا بد أن يراجع نفسه، ولا بد أن يستسمح هذه المرأة، يقول لها: سامحيني، أنا فعلا وهو فعلا غلط في حقها، وغلط في حق يعني الشرع اللي هو متزوج عليه والمساق الغليظ اللي مأخوذ عليه. فربنا يهدينا جميعا. هي رفعت ليها خلع، رفعت قضية خلع واتطلقت. يا ترى عدتها تبدأ إمتى؟ هنفرض بقى هم مش 3 سنين، 30 سنة. هنفرض بعيد عنها دي 30 سنة، ولكن لم يطلقها ورفعت خلع النهاردة وخدت الحكم، العدة بتاعتها تبدأ من الآن. يبقى ما نقولش بقى ده هو بعيد عنها دي 3 سنين ولا 10 سنين ولا 20 سنة خالص. أمال العدة تبدأ متى؟ تبدأ من وقت أخذ حكم الخلع. هي القاضي هيكتب كده في الآخر: حكمنا خلعا بطلقة بائنة، أو طلقت خلعا طلقة بائنة. من صدور الحكم تبدأ تاخد، من صدور الحكم من التاريخ ده تبتدي تعد. هي من ذوات الحيض 3 حيضات، لو هي ما بيجيلهاش مثلا حيض وامرأة طلقت، يبقى 3 شهور هجرية. جميل. نعم.